شكرا على كل حال. وبهذه المناسبة ذكرى 70 اندلاع ثورة التحرير المباركة، اليوم راه كل حال انا في مشاريع كبيرة، ولكن هذه اللحظات بالذات نحن في هذا المرفق الهام واللي هو مطلب تاع الساكنة تاع بلدية المشرية بصفة خاصة وكل ولاية بصفة عامة، هو افتتاح هذا المستشفى اليوم تاع الإخوة الرحماني. هذا المستشفى اللي كان على كل حال نقول فيها بعض الصعوبات السابق، من الحمد لله اليوم الانفراج وضعف الخدمة تدريجيا اللي مخصص للأمومة والطفولة، واليوم نقول بكل صراحة مكسب كبير. شفنا التجهيزات اللي وفرتها الدولة لهذا المستشفى، شفنا الأشغال اللي قامت به اشغال على كل حال كما نقول في مقاييس في المستوى المطلوب، كذلك يعني كل امكانيه الطاقم الطبي وشبه الطبي كلهم موجود في عين المكان، وشفنا اراده قويه الناس كلها على قدم وساق اللي كان الساده المنتخبين والمسؤولين على مستوى الولايه كلهم وراء هذا المستشفى هذا. باه اليوم بهذه المناسبه بهذه الذكرى تاع اول نوفمبر وضعنا خدمي رسميا في الخدمه. انا نقول عمر ما توقفش عند هذا الحد، هذا تبقى المتابعه باه نكملوا نهائي. اليوم الحمد لله قلت فيها حوالي 60 سرير بالنسبة للتوليد، فيها 30 سرير بالنسبة للأطفال لجراحة الأطفال، ولكن إن شاء الله كاين نقص بعض الأطباء خاصة بالنسبة للجينيكولوج أطباء التوليد، إن شاء الله هي ماشية تدريجيا. حنا الولاية تاعنا قطعت أشواط كبيرة في هذا المجال، عندنا حوالي 40 طبيب مختص هذه السنة اللي التحقوا، إن شاء الله تدريجيا بقاو لنا بالنسبة اتفاقية مع الكوبا، ولكن في أطباء جزائريين إن شاء الله راهم يلتحقوا مع بداية السنة إن شاء الله. مناسبة عديمة نذكروا مجاهدين ربي يرحمهم وشهداتنا ربي يرحمهم ومجاهدين ربي يطول في عمرهم، ولكن نقول هي فرحة اليوم بقينا اليوم نستلم هذه المشاريع وبفضل تاعهم نشوف هذه المكاسب هذه اللي عايشينها اليوم. الحمد لله بالبركة على الجميع ومازال الخير لقدام إن شاء الله. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.